السلام عليكم الاخوان، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا سي رب. انا مغربي وانت مغربي. اول حاجه كنقول الله يرحم الموتى ديالنا اللي توفوا في هذا الزلزال، كنقول لهم الله يرحمهم ويوسع عليهم، الله يجعل مثواهم الجنه ان شاء الله يا سي ربي، الله يصبر الاهل ديالهم، الله يصبر ديك الوليدات الصغارين اللي شفناهم بقاو ضايعين ساكن بلا والديهم بلا اخوان ديالهم، الناس اللي مشاو لوليداتهم كذلك. المهم نتوما شايفين هذا الشيء كامل. المهم اخوان احتجناكم وبغيناكم توقفوا معنا، حنا غادي نوقفوا مع هاد الناس كاملين بينا ان شاء الله يا سيدي ربي، غادي نوقفوا مع هاد الناس بهاد المعاونه اللي غادي تنطلق من مدينه الفنيدق ان شاء الله يا سيدي ربي. المهم اخوان اللي بغى يتعاون معنا بشي حاجه الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين، اي حاجه كانت كدور لك في بالك الا وهاد الناس هادو محتاجين فيها ان شاء الله يا سيدي ربي، من الملابس الداخليه، من الملابس الخارجيه، من مؤونه الماكله، لا من الغطاء، لا المهم اي حاجه محتاجين فيها هاد الناس هادو، كنقول لكم اللي بغى يعاون لله في سبيل الله الاخوان، هادو راه خوتنا، ماشي غير نبقاو نشوفو غير بالعين ديالنا ونسكتو على هاد الشيء هذا. المهم جينا عندكم وبغينا نقربوكم حتى نتوما تعملوا الخير ان شاء الله في هاد الناس هادو، وهذا يعمل الخير في هذا. المهم حنا في فنيدق كما كتعرفونا كاينين في الموطع اللي غادي نقول لكم دابا، هو مقهى الكوليجا معروفة قدام مدرسة كونديسا، معروفة مدرسة كونديسا، قاعة خوالو البومبا تحمل الكحال، قهوة كوليجا هي هذه، قاعة خوالو هي القدس، قاعة خوالو قهوة كوليجا والبومبا قاعة الأفراح ومدرسة كونديسا. حنا كنتواجدو في الداخلة كونديسا، في رون بوانت كونديسا، حنا تماكنين في الداخلة كيفما كتشوفو حدا المرسى. المهم كيف بدينا كنقول للناس اللي توصلوا بينا وجابوا لنا هادشي هذا كنقول لهم شكرا، الله يجازيكم بخير، الله يجعلها في ميزان الحسنات ديالكم ان شاء الله يا سيدي ربي. واللي بغى يتعاون حنا باقيين كاينين هنايا الاثنين والثلاث والاربع والخميس، هاد الايام كامله غادي نكون ان شاء الله يا سيدي ربي. وشكرا للناس اللي جابوا لنا هادشي كامل، كنقول لهم شكرا، الله يجازيهم بخير، الله يجعلها في ميزان الحسنات ديالهم ان شاء الله، والله يجعل الدعوات مختصر مفيد هو هذا كل شيء. المهم اخوان كنتقدم بالتعازي الحار للضحايا ديالنا خوتنا المغاربه، كنقول لهم ان لله وانا اليه راجعون، الله يعظم الاجر، والناس اللي بقى مقصحه في السبيطار الله معكم. المهم اخوان من الاخر هذه المبادره بديناها بستوري، كانت فكره بارطاجيناها مع الناس بستوري، الحمد لله كما كتشوفوا بدينا كنشوفوا دابا التبرعات دابا تقريبا 11 الليل حنا باقيين هنايا. المهم فيديو غدا غتشوفوه ان شاء الله في قناه فاطمه محمد، الناس تسبت كاستياخو تيطوان مارتين، الناس اللي قادر تعاون باش ما كان. المهم المواد الاساسيه اللي كتحتاجها انت، اللي كتشوفها الاساسيه كتحتاجها انت، هذاك غنجمعوها نسيفطوها للناس ان شاء الله. عندكم واحد القافله مزيونه، القافله اللي تجمعوا فيها الناس كاستياخو كاملين تحت اسم واحد، قافله الفنيدق اللي غتشرف ان شاء الله مدينه الفنيدق كما شرفوا المغاربه الناس اللي من دون اخرين كاملين من دون ديالهم. المهم الاخوان غنتلاقاو كاملين في هذه الاخيره ان شاء الله يا ربي، وحنا كنصوروا معكم فيديو والناس ماجيين ان شاء الله. يلاه المهم الاخوان باش ما نشبروا حتى شي واحد، الناس مساكن. المهم كنقول لكم اسمح لي واخا شي اللي عنده الله يجازيهم، كما كتشوفوا الحمد لله الاخوان، والله العظيم واحد الفرحه لا توصف. اسمح لي وليدات واخا واخا صراحه واحد الفرحه لا توصف الاخوان، قسما بالله تينا جالسه هنايا وكتقول لك اخرى شفت شوف الناس في انستغرام، جينا كنجري وكنقول لهم شكرا بزاف بزاف، الله يكبر بهم كما كيكبروا بينا. والله العظيم حنا دابا انتم كتصوروا الفيديو وحنا قلنا تبارك الله ماجدين تبارك الله الله يجعل بميزان الحسنات اي واحد امين. والله العظيم الحمد لله كتشوفوا كالاخوان، علاش ما كرهناش حتى حنا نعملوا اكثر من الجهد ديالنا، الحمد لله كنشوفوا المدن اللي زعما ملبقين شويه صراحه عملوا مبادرات اللي هي واعره ما شاء الله، بحال مدينه طنجه زعما الصراحه فرحونا وكبروا زعما على ورايا هذه البلاد، الحمد لله وباقي الخير في البلاد. حتى حنايا بغينا نعملوا هذه المبادره ووقفوا، كاينين الناس كاينين الجمعيات اللي واقفين مورا هادشي هذا الحمد لله، وكنقول لهم شكرا لاي واحد ساهم، اي واحد الاخوان ساهم ولو بورصه الحليب ما تقولش هادشي لا، بالعكس كما كتشوفوا هذا السيدة هذه هي وليدتها، كنقولوا لها شكرا الله يرحم الوالدين، هي جات وشافتنا كنصوروا كنقولوا لها الله يرحم الوالدين، الله يجازيها بخير ما قصرتش المجهود ديالها،
الله يتقبل منا مسكينه هي وليداتها الفرحه سيدي ربي ان شاء الله. شوف لي عند وليداته كامل كيحط راسو حتى حنا نكونوا يقدر يكون واقع لنا هادشي هذا الحمد لله. اسمح لي اسمح لي واحد الهضره. شوف ما تستهنوش بالسوشيال ميديا الاخوان الله يجازيكم بالخير. راه السوشيال ميديا هذا العالم هذا راه فيه تاثير كبير بزاف. هادشي ماشي الخوا الخاوي هادشي ماشي كذوب. شوف اللي عندهم مصداقيه عندهم مصداقيه وصافي في الواقع في المواقع الحمد لله وعطانا ربي واحد القبول الحمد لله ما كيعطيش لنا اي واحد. وهذا الفيديو غتشوفوه في اليوتيوب الناس في اليوتيوب الاخوان الناس اللي كتدخل تنتقد ماشي الوقت تنتقد باش ما قدرتي. شوف خلينا مع هذا الشيء هذا اللي بغى ينتقد يقول اي حاجه. شوف هذه سبحان الله يكون شي واحد يحرق طلع تسود من التلفزيون غير هذه يشرب وقال تما ما كاينش تما وقال الحمد لله راه الله يجازيك بخير الاخت والله الا الله يرحم الوالدين الله يسهل عليها مسكينه. امين امين. الناس فاش كتفكر من الماء من السكر من اي حاجه كيبقى لك غادي ان شاء الله نجيب لكم الحويجات عاوتاني ان شاء الله يا رب. الله يرحم الوالدين الله يجازيها بخير. راه هذيك الماء محمد هنايا صدفوا هنا. اه عملوا الماء رجعنا لا عرفت كل شيء بوحديتو تما. شوف بالنسبه للناس اللي كتجيب القطاني وديك الشيء زعما الصراحه قلنا حنايا ما كاينش فينا محمد غادي يطيبو زعما اي حاجه دابا حاليا عطيته كاين ناس اللي غادي الواجب كاين الفرن اللي عطيته عاوتاني باش يجلس راه الله يحسن العون ما تفقدت كل شيء. الا داخله الا كان عنده غير الخيمه ديالو عطاوها القيطون ديالو راه يجبر باش يدي بانيكي كل واحد وسبحان الله كاين اللي ما غادي يفرطش في ارضه بعدا غادي يعمل خيمه في الارض ديالو ويبقى جالس حداها. كاين الناس اللي عندها الفلاحه ديالها كاين الناس اللي عندها الله يحسن العون. كما كتشوفوا من اتاي من القهوه من الناس كتفكر بعقل الله يجزيها بخير الله يرحم الوالدين الله يسهل عليهم هادشي ما غادي الله يفرحنا وغادي يفرحكم اللي غادي تشوفوا هادشي هذا والحمد لله كاين الخير في بلادنا وكاين الناس اللي في قلب الرحمه وفيها الخير. المهم حنايا غادي نوريكم موطع الناس اللي بغات تبرع مرحبا بها كنقول لكم القاعة خوالو كلهم دخلوا ستوري ستوري ساعات دخلوا عندنا الانستغرام حنا في انستغرام كنبارطاجيو اي حاجه دخلوا عند فاطمه شرطه محمد شرطه واحد وكريمه محسن ومحسن بن عيسى واشرف. المهم كنبارطاجيو مع بعضنا اي حاجه كانت كنشاركوها معكم. ومهم اشرف غادي يوريكم لوكاليزاسيون مع المطافين بالضبط. المهم الخوت شوفوا معايا بالضبط شوف هذا هو ان بوين ثاني يعني الكاستيخو هذه هي الماسه اللي كما كتشوفوا هنايا وهذه هي القاعه خوالو يعني هذه من هناك الهبطه ديال بلاكا دامبين يعني من هنايا كاين ان بوين ثاني هذه هي الماسه هذه هنا الهبطه ديال الجامع بلا ما توصلوا حتى الجامع كاينه الدخله هنايا الدخله ديال الكونديسه بالضبط محل الكاش في نوع عندنا هو هذا اللي هنايا الخوت يعني كتجي بحالكم اون فاسنيشن ديكس يعني ما كدورون لها هيدا لا هيدا كاين الشاطي بغيت تقطعوا من هنايا وكاينه حتى هنايا. المهم نتوما اذا حافتكم اجيو سقسيو غير على المدرسه ديال الكونديسه هذه المدرسه اسمها علي بن عبد الله هي هذه المدرسه ديال الكونديسه المدرسه ديال الكونديسه ها هو الكاج او فصل المدرسه يعني ما عندكم في التلفو هذه هنايا ان بوين ثاني يعني ديال الكاستيخو اون فصل القاعه ديال الافراح. المهم ها هو الكاج هنا يعني الكاج هنا بالضبط يعني ما عندك في التلفو ها هما. المهم الاخوان دابا 12 ونص ديال الليل وباقيين هنا وباقي الناس كيجيو زعما الصراحة فرحتونا وهذه هي البداية اليوم واخا بقينا معطلين الحمد لله كما كتشوفوا الخير موجود باقي غدا وبعدو وبعدو ثلاث ايام ان شاء الله من هنا حتى نهار الجمعة ان شاء الله اللي قادر يعاون باش ما كان بالحوايج بالمواد الغذائية مرحبا. حنا كاينين قدام القهوة الكوليجا اون فاصنا لاخر خوالو راه هي القاعة خوالو هي مدرسة كونديسا حنايا هنايا مرحبا بكم وغدا نعلقوا الباش ان شاء الله باش تبان مزيان ان شاء الله. الله يجازي كل واحد ان شاء الله. شكرا الناس اللي بارطاجوا الفيديوهات وكي بارطاجوا ستوريات تعريت بارطاجي تعريت بارطاجي كيما بارطاجيت ستوريات بارطاجيو هذا ان شاء الله. شكرا الدراري كاملين اللي بارطاجوا الفيديو ديالنا في الانستغرام كنقول لهم شكرا وشكرا لاي واحد اللي كيبغي الخير لهذه المدينه واللي كيبغي الخير لخوتو المسلمين كنقول له الله يرحم الوالدين الله يجازي كل خير الاخوان ديالنا كاملين الله يحفظكم. المهم الاخوان انتي وكريمه كريمه كل ما كتجي كتهضر كيجي عندنا شي واحد. المهم الاخوان باش ما نطولوش عليكم كنقول الناس اللي جاو ساهموا معنا بهذه البركه هذه سواء المواد الغذائيه ولا الحوايج الله يجازيكم بالخير والله يجعلكم كل شيء في ميزان الحسنات ان شاء الله يا ربي. وبارطاجيو الفيديو يعني باش يشوفوه عاود الناس كما قال لكم محسن يعني هذه الحمله هذه غير استعجاليه غيكون فيها غير واحد يومين ولا ثلاث ايام باش الناس ان شاء الله كما قالت كريمه باش تخرج القافله ديالنا باش تكون المدينه ديالنا حتى هي ساهمت واخا تكون سواء قليله ولا كبيره باش تكون
حتى حنا عملنا يد التصادم مع هاد الناس هادو، وكنقول لكم الله يجازيكم بالخير. وبالنسبه للناس هاد المبادره هذه اللي عاملين حاليا دابا مبادره قانونيه 100% يعني بالرخصه من عند البلديه، يعني من عند كل شيء. يعني كاين بزاف ديال الجمعيات اللي واقفين على هاد الشيء هذا. نقول لهم الله يجازيهم بالخير، الله يسهل عليهم ويحفظهم، الله يرحم جميع الموتى اللي ماتوا، الناس اللي باقيين بالسرطانات مساكن المراطين وباقي فيهم جرحى وباقي، الله يشافيهم الله يعافيهم. وحنايا هذا هو الحال ديالنا المغاربه، دائما القلوب ديالنا رحيمه وعاطفين على بعضياتنا، ديما عطاشي كثير كيعطي كثير. وشكرا لكم بزاف. واحد الحاجه قدها الله ما شاء فعل، هذا الشيء اللي وقع قدر الله والحمد لله. انا نستناوكم باسترجعوا الفيديو الخوت، وغدا نتلاقاو ان شاء الله. شنو اليوم؟ اليوم الاحد. اليوم الاحد، غدا الاثنين ان شاء الله يا ربي. المهم غادي ننزل هذا الفيديو هذا الصباح، وحنا غادي نجبروا لهنايا يعني هذا اليوم نتلاقاو، يعني في الفيديو عاد سبتنا نتصور اليوم. قول لهم اليوم نتلاقاو، نشوفوهم اليوم ان شاء الله يا ربي. غادي نتلاقاو في العشيه ان شاء الله هنايا، واللي جا مرحبا الناس. هاي الناس اللي خصها تعاون، مرحبا بكم، وبارطاجيو هذا الفيديو اختي الا ما قدرتيش تعاون، باش يوصل الناس اخرين اللي غادي يقدروا يعاونوا ان شاء الله يا ربي. ونتعاونوا كاملين غير بالدعاء، الله يجازيكم بخير. وشكرا بزاف بزاف، الله يكبر بكم.